السلام عليكم مشاهدي الكرام، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم كلاص رائع بحجم عائلي وكبير كيفما كتشوفوا معايا في الفيديو. كيجي الشكل ديالو رائع وحتى المذاق بصراحة كيجي غزال وهائل، والمكونات ديالو بسيطة. بقوا معايا شوفوا المقادير والطريقة. أول حاجة غنحتاجها عندي نصف لتر حليب، صاشية ديال الزا، وكنحتاجو علبة ديال الفلون، شوكولا ودانيت شوكولا، وكنحتاجو كوكيز، وغنحتاجو كذلك علبة ديال الكلاص بنكهة الشوكولا. غنبداو على بركة الله. أنا هنا في هذه المرحلة غنبدا نطرب الحليب مع العلبة ديال الكلاص، وغادي نضيف عليهم الزا. أنا هنا الضيجة كنديرهم في المجمد باش كيسهل علينا نخدموهم، وحتى لاكريم ديال الكلاص كطلع علينا دغيا. كنبداو نطربوها لمدة 10 ديال الدقائق حتى كنحصلوا على كريمة متماسكة. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد التطريب حصلت على هذه الكميه ضعف الحجم ديال الكلاص. غنضيف ليه فلون شوكولا ودانيت شوكولا، وغنبدا نطرب حتى يتجانسوا المكونات مع الكلاص. هنا غنضيف كوكيز اللي هرمشناه على هذا الشكل، ونحركو غير بشويه حتى يتجانس مع الكلاص. من بعد ما خلطنا الكلاص مع المكونات اللي عندنا، غنحتاج المول اللي كيتحل وكيتسد، غنوضعو فيه الكلاص ونوزعوه مزيان حتى كياخد لا فورم ديال الإناء. وما شاء الله كما كتشوفوا انا نصف لتر ديال الحليب عطاني هاد الكميه كامله، كيجي بحجم عائلي وكيجي بالمذاق ديالو رائع، وكنحضروه بسرعه والمكونات بسيطه. ودابا غادي ندور عليه السلوفان ونوضعه في المجمد لمدة 6 ديال السوايع حتى كيجمد وكيشد راسه. من بعد ما جمد الكلاص ديالنا، هنا جبدته وغادي نزينه بهذه الطريقة اللي غادي تشوفوا معايا.
وبالنسبة للطريقة ديال التزيين كتبقى اختيارية، يعني ممكن تزينو بأي طريقة بغيتوها. صراحة كيجي الشكل ديالو رائع. كنتمنى لكم شهية طيبة والفيديو ينال إعجابكم. إلى اللقاء.